الزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك للسيدات والسادة النواب المحترمين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل أو تفضلي. تفضل السيد النائب المحترم. سيد الرئيس، سيدة الوزيرة المحترمة، تعرف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك زيادات متوالية بشكل تصاعدي مستمر، أثر على المستوى العام للمعيشة في ظل جائحة كوفيد-19 وتدني القدرة الشرائية. نسائلكم سيد الوزيرة عن الأسباب الحقيقية والتدابير المتخذة. شكرا. سيدة الوزيرة، أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. كنا نأكدوا بأن العوامل اللي أدت لهذا الارتفاع في بعض المواد الأساسية هي ناتجة على السياق الدولي بخصوص العودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجائحة، وكذلك بعض الاضطرابات في السلسلات اللوجستيكية. بالرغم من ذلك نقدر نقولوا بأن بلادنا الحمد لله تمكنت من توفير السلع أولاً، وبقات تم تحقيق استقرار كبير في معظم مستوى الأسعار ديال هذه المواد، مع الإشارة والتذكير بأن المواد المدعمة ما وقع فيها حتى تغيير وفيها استقرار اللي مضمون من خلال صندوق المقاصة، الصندوق اللي خصصت ليه الحكومة في قانون الميزانية 2022 أكثر من 16 مليار ديال الدرهم. التمويل هو كذلك من الأولويات الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب ديال أكتوبر لافتتاح هذه الدورة ديال البرلمان، باش يكون توفير المخزون الاستراتيجي في التغذية وكذلك في الصحة وفي الطاقة. والحد من هذه التقلبات خدات الحكومة مجموعة من التدابير. اولا تعليق الرسوم الجمركيه اللي خاصه بالقمح الصلب والطري منذ نوفمبر 2021، تخصيص واحد التعويض اضافي للمستوردين باش نحافظوا على هذه الاسعار، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركيه على واردات القطاني. شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب المحترم. سيدة الوزيرة، شكرا على الجواب ديالكم. بطبيعة الحال كنتفهموا كل ما جاء في الجواب، السياق الدولي والجائحة وطبيعة الحال الاضطرابات الاقتصادية إلى آخره، لكن سيدة الوزيرة نتمناو التدخل ديال الحكومة بشكل جدي وسريع للحد من تفشي هذه الزيادة المهولة المستمرة، خاصة في المواد التي تمس معيشة الطبقة الفقيرة والدنيا والمتوسطة، الزيوت، السكر، القطاني، الخضار، اللحوم الحمراء، البيضاء إلى آخره. السيدة الوزيرة، الوضع الاقتصادي بطبيعة الحال منكمش، الوضعية الاجتماعية صعبة في ظل تفشي الجائحة وتدني القدرة الشرائية وضعف فرص الشغل. السيدة الوزيرة، الأمن الغذائي مسؤولية جسيمة يجب أن تواجهها الحكومة بكل الإجراءات الحازمة، مراقبة صارمة، إعادة النظر ووسائل الدعم كما جاء في الجواب ديالكم. سيدة الوزيرة، لا شك أن التنزيل السليم للدولة الاجتماعية يمر حتما عبر تحسين معيشة المواطنين وصحتهم، ومن ثم فالحكومة الآن ملزمة بشأن تدبير واضح لأسعار المحروقات باعتبارها المؤثر الرئيسي في الأسعار، وكذلك تحسين أسعار المواد العضوية الفوسفاتية كمنتج وطني يجب أن يساعد على الإنتاج الفلاحي الأقل كلفة. من الأمور الأساسية لكي خص تدخل فيها الحكومة كذلك كما جاء في الجواب ديالكم السيدة الوزيرة، وهي الرسوم الجمركية. كتعرف السيدة الوزيرة بأن شكرا السيد النائب، شكرا. ردكم السيدة الوزيرة على التعقيب في بعض الثواني. طبعا هاد القضيه ديال الاسعار كتعتني بها الحكومه، واللجنه البين الوزاريه كتشتغل بطريقه منتظمه. تكلمتوا على المواد الغذائيه، فالتموين موجود، ونقد نذكر بعض المواد كالطماطم اللي نقصت 14%. شكرا سيده الوزيره، انتهى الوقت.